وجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني، وعندنا حوار من الحوارات الممتعة جدا الحقيقة، لأنه زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل، بكون سعيد جدا جدا بأي تجربة من التجارب الإعلامية اللي عندها هدف، وهدف نبيل. طول عمرنا بنختلف في وجهات النظر، وطول عمرنا فينا الاهلاوي وطول فينا الزملكاوي، وكل واحد بيطرح وجهات نظر. انما الحقيقه لما بتشوف الشكل ده مع نقاد رياضيين هم اصلا كبار ولهم خلفيه صحفيه محترمه ومرموقه، وبتشوفهم بيعملوا ده بحب وبود، وهم مش منتظرين على فكره من البرنامج ده اي يعني عوائد ماديه، برنامج معمول بامكانيات بسيطه جدا جدا بكاميرا تليفون، لكن هم حريصين ان هم يوصلوا صوتهم للناس. انا بتكلم على نقاد الرياضيين المحترمين، استاذ احمد الخضر واستاذ محمد القوصي اللي مشرفنا ومنورنا النهارده. استاذ احمد اهلا وسهلا بك ومساء الورد، وسعداء بوجود حضرتك معانا حبيبي. شكرا. اخبار حضرتك شكرا ايه؟ شكرا بجد على المقدمه الجميله دي. نقدنا الرياضي الكبير استاذ محمد القوصي، اهلا وسهلا بك وبنشرف بوجودك معانا النهارده. اهلا بك يا استاذ ابراهيم، الحقيقه اني انا اول مره اطلع معاك، يعني شرف لي، سعيد جدا ان انا موجود معاك وكمان بصحبه اخويا العزيز احمد الخضر. يعني دايما يعني ببقى مرتاح نفسيا وانا معايا يعني. صحيح. فكون انك انت معانا كمان فده ان شاء الله شيء طيب، يعني ربنا يبارك في عمرك. ايه الحلقه الحلوه اللي انتوا عاملينها؟ تسلم يا باشا. لا ده مش مجامله بجد والله. الفكره جايه منين؟ ما هي برضه زي ما القوصي قال، هي راحه نفسيه. هي الفكره جت لنا ان احنا في بقى يعني في وسط التازم او في السخونه اللي في علاقه بالاهلي والزمالك، حبينا نقدم صوره ان مش كله كده، ان احنا ممكن يبقى في علاقه مختلفه، في علاقه احترام، في علاقه ود، في علاقه اختلاف، فيها اختلاف بس انا باجي عند خط معين وما بزودش الاختلاف، بنحترم بعض، كل واحد بيحب نادي معين، بيساند نادي معين بطريقته، بس برضو ما بتجاوزش يعني ببساطه. زملكاوي كبير يعني. زملكاوي كبير بس في نفس الوقت احترم الاهلي طبعا، بتحترم كل الناس طبعا. صحيح. احترم كل الناس، الاهلي والاسماعيلي كل الانديه، واللي ما وهي في الاول وفي الاخر هي كوره ورياضه، قصه بسيطه، قصه بسيطه جدا يعني. استاذ محمد نفس الفكره بالظبط. لا شوف يا استاذ ابراهيم، يعني احنا انا والخضر شفنا ان الاجواء ملتهبه وفي حاله من التعصب، وفي حاله وصلنا لمرحله حد الكراهيه، ان ممكن اهلاوي يكره زملكاوي، يعني ممكن اهلاوي يختلف مع زملكاوي، ممكن اهلاوي يتخانق مع زملكاوي. فاحنا شفنا ان الموقف ده صعب جدا، ما ينفعش ان احنا نكمل كده، وان الدنيا كلها منقسمه اهلي وزمالك. طب ما انا عندي في البيت اخويا وانت عندك في البيت اخوك و... صحيح. طب هنقتل بعض علشان اهلي وزمالك ما عنديش. ها ما عنديش والله. هتلاقي في العيله في واحد اهلاوي، مش في العيله واحد اهلاوي يعني، لا في واحد بس والله. مثلا يعني لكن واحد بس بغض النظر لك واحد بس، انا اي نعم متعاون بس انا مقاطعه. فلقينا ان الامور ممكن توصل فعلا لمرحله صعبه، ان يبقى في كراهيه وفي احقاد تظهر بيننا وبين بعضينا، واحنا اخوه واهل واقارب ولاد وطن واحد، فالاهل وزمالك مش يفرقونا، الاهل وزمالك يجمعونا. فحبينا نقدم صوره ان انا ممكن ابقى زملكاوي وده ممكن يبقى اهلاوي، بس ونتناقش ونختلف ونوصل لمرحله عاليه جدا في النقاش، لكن في النهايه احترمك، احبك، اقدرك، ما اكرهكش، احب النادي بتاعك زي ما انا عايز، ما اكرهش النادي بتاعك، ما غلطش فيك، ما تجاوزش في حقك، ما جبتش سيرتك باي حاجه خطا، يعني نتناقش في اطار الاهلي والزمالك والكوره مش اكتر من كده. بدل ما ناخدها نشتغل على هذا الاساس ان احنا بنتناقش، وممكن نحتد في المناقشه وفي النهايه بنقول لهم اهلا يا خضر ازيك وسلام، ونطلع ونقعد مع بعض عادي جدا، مفيش مشكله خالص يا جماعه، دي مش خناقه. صحيح. دي كوره. عندنا كلام كتير جدا جدا مع اساتذتنا اللي مشرفينا ومنورينا، هنروح للتقرير ومن بعد التقرير كمان عندنا تفاصيل اكتر، هنروح في امور كتيره سواء القمه، سواء بيان الزمالك النهارده والمبادره اللي طرحها نادي الزمالك، هنتكلم في كل حاجه بعد التاريخ. لكم ملفات عديدة تشهدها الساحة الرياضية المصرية خلال الفترة الأخيرة بعدما عادت له الروح من جديد عقب قرار استئناف النشاط الرياضي بعد فترة توقف طويلة بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، واشتعلت المنافسة على المربع الذهبي في الدوري بعد عودته، فالأهلي يحلق بعيدا في صدارة الترتيب برصيد 56 نقطة وبفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه. أما بيراميدز والزمالك فيتواجدان بالمركزين الثاني والثالث برصيد 42 نقطة لكل منهما، فيما يأتي المقاولون العرب في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بينما يصارع على الدخول إلى المربع الذهبي من بعيد فريق الاتحاد السكندري حيث يتواجد في المركز الخامس برصيد 30 نقطة. وشهدت الأسابيع الأخيرة من الدوري إثارة كبيرة، حيث استطاع الزمالك أن يلحق الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري بعدما تغلب عليه في القمة 120 بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. ظاهرة أخرى أثارت جدلا واسعا داخل الساحة
الرياضية وهي تقنية الفيديو ومدى تأثيرها على نتائج المباريات منذ عودة الدوري، خاصة مع وجود اعتراضات من جانب بعض الأجهزة الفنية على طريقة تطبيقها. وشهدت مسابقة الدوري بعد استئنافها ظاهرة رحيل المدربين أيضا، فكانت البداية بأيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا الذي تقدم باستقالته من تدريب أبناء السيد البدوي، بالإضافة إلى ديدييه غوميز التي أعلنت إدارة الإسماعيلي الاستغناء عن خدماته، هذا بالإضافة إلى الملف الأفريقي الخاص بالأندية وآخر الاستعدادات الخاصة بالأهلي والزمالك قبل خوض نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى بيراميدز والذي يستعد لخوض نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، فضلا عن ملف المنتخب الوطني والذي يستعد تحت قيادة حسام البدري لخوض غمار ما تبقى من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وكأس العالم 2022. ملفات عديدة تشغل بال الشارع المصري، ويحل اليوم ضيفا على جمهور التلتة الناقدان الرياضيان الكبيران أحمد الخضري ومحمد القوصي للحديث في كافة الملفات الشائكة مع إبراهيم فايق. طيب تعالوا نشوف بس كده جانب من اللي كان بيقدمه الأستاذ أحمد الخضري والأستاذ محمد القوصي في برنامجهم، وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع بعض عشان يبقى حضراتكم رابطين معانا اللي احنا بنتكلم عليه. يلا اهلا بيكم. اهلا بيك يا خضري. لايقات وسبا سكريب بايت اهلاوي وزملكاوي. نبدا منين؟ نبدا من حديث الدنيا كلها دلوقتي، الزلزال اللي حصل بعد الفضيحه اللي تعرض لها برشلونه. ده على اساس ان الزلزال ده اكبر من زلزال رمضان صبح. ماشي، ما هو غطى على زلزال رمضان صبح يعني. ماشي يا وسط. برشلونه يعني في ازمه كبيره جدا من ساعه 8/2، معركه كبيره جدا جوه النادي، تفوير الفرقه كلها خضري. طبيعي طبيعي، لدرجه ان هم دلوقتي بيتكلموا ان ميسي ومعاه اربعه والباقيين ممكن يمشوا خالص. يعني ميسي نفسه ممكن يمشي، بس انا عايز اقوله ان بيقول لك اصل الفكر بره غير هنا، ما دام هزيمه زي دي لازم بيبقى فيه ضحايا وذبح رقبه وكل حاجه. حتى الصحافه يا خضري بيقولوا ان احنا بنبالغ، هناك الصحافة لازم تتكلم عن العار، الفضيحة، الكارثة، بتستخدم نفس المصطلحات اللي احنا بنستخدمها. والباير ولا الاهلي والانتاج؟ طبعا الاهلي. دي كانت خناقة انا والقصي. يا قصي، برشلونة برشلونة والباير والاهلي كده كده هيكسب الانتاج 3-4، ده كان كلامنا قبل الماتش. قال لي انسى، هتفرج على الاهلي يعني هتفرج على الاهلي. فطبعا القصي رحنا اتفرجنا على الاهلي على الشوط الاولاني وربع ساعة من الشوط الثاني، وانا اتخنقت ورحنا يا دوبك لحقنا فورا من 8 اللي كانت هتبقى 10 نتفرج على برشلونة. طبعا موهبة جميلة، يعني واحد من الكنوز اللي طلع من تحت. عايز اقول لك برضو لسمة فيصل ده من دمياط، ولد متدين جدا، من عائلة متدينة، وانا احب اللعيب اللي هو ايه، لعيب كرة ويبقى برضو محترم ويبقى متدين. دي تمشي مع دي. انت لعيب كرة ان انت بقى تسهر وتعمل، مش كل لعيبة كرة اللي هي اللي بقى بتروح تستعل وتسهر وتعمل كده. لا، في لعيبة محترمة جدا ومتدينة جدا ولعيبه، يعني اعتقد ان شاء الله ان ده اسامه فيصل ده هيفجر حكايه الكنز في الاهلي برضه. اوس اعتقد ان ده انت ده في ثوره في قطاع الناشئين. طبعا في ثوره في قطاع الناشئين، بدليل المدرب الموجود التشيك اللي موجود. هيعملوا ايه بقى كمان؟ هيعملوا تصفيه للعيبه وللفرق وللمدربين. يعني مفيش مجاملات. يعني كده اللي هيجي اللعيب اللي هو يلعب درجه اولى، يلعب درجه اولى، يعني ده اللي يستحق ان اللي هو يكمل درجه اولى يعني. بس ده بتقلبش بخناقه الحمد لله يعني. في ساعات خلي بالك بتبقى ايه الناس افتكرت انها خناقه، بس هي العلاقه بيني والقصي مستحيل تبقى فيه خناقه. هي لو اي حد تاني كان ممكن تبقى خناقه، بتوصل بتعلى هو اما انا بعلي هو يهدي، اما هو برضه يعلي انا اهدي. لازم هي مستحيل. دي الفكره طبعا. هي دي الفكره، ان لما الزملكاوي يعلى انت اهدى، ولما الاهلاوي يعلى انت اهدى، يعني يبقى في شد وجذب. لكن لو احنا الاثنين خدنا نفس الاتجاه وكل واحد ماشي في طريقه من غير ما يبص للتاني، اكيد هيحصل اصطدام في الموضوع. بعد الماتش الاخير كان هيبقى اصطدام، بس انا تيجي نشوف كده. طب ما تيجي نجرب كده. طب ماتش القمه كده ايه ساعة الأخير ده؟ ما كانت هتحصل، كانت هتحصل خناقة. كانت هتحصل. كانت هتحصل بس هدينا هديتها. لا خالص. إيه كان هيحصل سبب الخناقة إيه؟ لا أنا طبعًا شفت الماتش إزاي من وجهة نظرك؟ ماتش الزمالك ده؟ لا ده ماتش من أهم ماتشات الزمالك جدًا جدًا، وخصوصًا إن برضه قبليه كان في مشاكل ساسي وحازم. أنا بتفائل بالحاجات دي على فكرة. بتتفائل بيها؟ دي من زمان أصلًا. أنت عارف أنا قديم في الزمالك. أيوه. تحصل حاجة زي دي ببقى عندي قناعة جدًا إن الزمالك يدخل البطولة. قديم قديم، حط تحت قديم كم خط دي؟ شادم منك. فأنا لا يعني الناس كلها متوقعة إن مفيش لا الزمالك بعيد والكلام ده، أنا كنت متوقعها. وزي ما كنا في السوبر أنا والقوصي مع بعض
هو الاوسي وهناك ومعظم بقى الاهلي هيكسب الاهلي هيكسب الاهلي هيكسب في السوبر المحلي كده. كنا في ابو ظبي. ايوه انا سايبهم خالص بعد الماتش بقيت ابص لهم بس كده وردود افعال. اسباب الخساره ايه من وجهه نظرك كاهلاوي بالنسبه للنادي الاهلي؟ يعني انا قبل الماتش ده تحديدا انا كنت شايف الاهلي مش في حالته الطبيعيه. يعني الاهلي من بعد كورونا والاهلي مش في مستواه مش في طبيعته. حتى انا لما عملنا توقعات ليله المباراه انا والخضري ايوه الخضري توقع ان الزمالك يكسب انا توقعت تعادل للمباراه. اسال لك ايوه عشان لا ما انا بقول لا توقعت وقال توقع ان الزمالك يكسب. انا بيقول لي توقعك ايه؟ قلت له يعني اتمنى ان الماتش يطلع تعادل يعني لان انا عارف ان حاله الاهلي ما كانتش مظبوطه الى حد ما. وزاد التيم بله انه مستر فاينر غير طريقه اللعب ولعب في التشكيل فدي صعبت مهمه الاهلي قوي. ورغم ذلك ان الاهلي كان ممكن لو الحظ مساعده كان ممكن يجيب جوان وكان ممكن يصعب المهمه على الزمالك زي النهارده في ماتش الجونه. يعني ماتش الجونه جونه بيضيع جون في الدقيقه الاخيره بتقلب بهجمه للاهلي الاهلي بيكسب المباراه كان ممكن تبقى معكوسه تماما يعني بس هنا فرق الحظ يعني والاجتهاد يعني. فالنادي الاهلي ما كانش على المستوى المطلوب في المباراه دي يعني كان في قصور في اداره المباراه بشكل كبير جدا اثر بشكل كبير. اطراف الاهلي كانت ما كانتش موجوده وفي نفس الوقت الزمالك كان مركز جدا بشكل كبير قوي 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 وواضح ان هم طبعا مؤكد ان كارترون حافظ الاهلي وفاهم هو هيلعب ايه فكان معطله الاجنحه زي برده النهارده ما الجونه كان عامل نفس الحكايه وكاد يفعل نفس الفعله ان هو يتعادل على الاقل مع النادي الاهلي النهارده يعني. لكن من الامور اخش مصر مستني ما انا مش انا مستني بس حاسك مش انا مستني في البرنامج انا مستني لا انتوا في البرنامج ما هو الاوسي انا لو ما دخلتش في البرنامج بيبقى كاتم على نفسي ما بيدينيش لغايه البرنامج ما يخلص لان احنا بنتكلم في 10 دقائق لكن الدنيا بتفتح معاك احنا بنحب نعملها 10 دقائق لا انا برضو لا ما الاهلي الاهلي كان وحش وفيه مشاكل لكن الزمالك يا جماعه عنده ثلاث لعيبه من كوكب ثاني ثلاث لعيبه الثلاثه اللي هم الاجانب بن شرقي ونجم وساسي لا ثلاثه ونجم مش واخد حقه اعلاميا على فكره ايوه نجم لعيب جامد جامد جدا فدول اللي هم يصنعوا الفارق مع اي فريق ويصنعوا الفارق مع الزمالك تحديدا مع الخبرات بقى مع محمود علاء مع طارق حامد ما واخد بالك مع ابو جبل لا تلاقي مع مصطفى محمد لا فرقه فرقه تقيله. انت ما تقارن الزمالك باي فرقه مش الاهلي بس طبعا الاهلي نادي كبير ونادي عظيم لكن الزمالك لما تحس مجموعه تقيله لا تقيله اي خطه كده لعيبه خشوا في اي حد يعني في افريقيا في الدوري لا يعني انا مستغرب الزمالك فرق النقط اللي فقدها دي ازاي. رمضان هيلبس الفانيله البيضاء؟ لا ما اعتقدش لا ما تعتقدش؟ لا ما اعتقدش هيلبس الفانيله البيضاء ما احبش كده على فكره لا 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 ها؟ لا 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 ما تعتقدش؟ لا لا وانت تعتقد؟ لا انا ما اعتقدش انا ما اعتقدش خالص وما احبش على فكره ان انا عندي اصل معلومه يعني انه بعيد عن الزمالك انا عندي انا معلومتي انه بعيد خالص انه بيراميدز يعني انما لا انا معلومتي ان مفيش رمضان صبحي في الزمالك خالص يعني ومش عارف الكلام ده بتقول ما تحبش ليه؟ يعني انا لا في مشاكل وهو لعيب ايه يعني هيبقى انا حاسس ان هو مش هيضيف للزمالك لعيب كبير جدا جدا رمضان مش هيضيف للزمالك مش هيضيف للزمالك ما انت بص انت عندك مين؟ انت عندك هو بن شرقي ده لعيب جامد هو لعيب جامد ده كان شايل منتخب مصر تحت 23 سنه في لا تحت 23 سنه مش هيشيل فرقه كبيره طب ما هو كان برده من يشيل من عناصر المهمه في الاهلي بص يا ابراهيم انا بقول لك ان الزمالك لما يبقى عنده بن شرقي وساسي ونجم ومعاهم اللعيبه دي خلاص انت الزمالك فرقه قدامك 3 4 سنين فرقه عايزه بس تظبط دكه الاحتياطي اوكي مش محتاج اي حد خالص مش محتاج نجوم كبار قوي ممكن يعملوا هزه في الفرقه ما يزودش ما يضيفش اذا راح ولو انه لا انا في لعيبه كتير جدا في خلاف بينه وبين الخضري في الموضوع ده طبعا رمضان يعمل فرق مؤكد جدا في اي فرقه هيضيف ليها بالزبط. ولو راح للزمالك هيفرق وهيعلي طبعا اي فرقه هيضيف ليها فوجوده لو راح للزمالك اكيد هيفرق زي ما في خلاف بينه وبين الخضري انا في الفتره دي الاخيره على اليو بادجي لاعب الاهلي بادجي فالخضري بقالنا مثلا اكتر من شهرين ويقول لي الواد الطويل ده اللي جايبينه في الاهلي ما فيش فايده فيه وده لازم يمشي ومش عارف ده فين فيه كام الان الخضري بيغير رايه في اليو بادجي لا ما غيرتش رايه انا قلت انت شفت ان هو يعني لا اصل انا كنت قناعاتي يا ابراهيم ان هو ممكن يلعب حاجه غير كره القدم بدا يلعب كره قدم لكن انا مش هغير طريقه لعب النادي الاهلي ان انا ارفع كور بالونه او عاليه كرتون عشان بادجي لكن لا يقارن بازارو مثلا انا بستغرب انا اقول له ازارو ده انا عندي قناعه ان ازارو ده احسن مهاجم في مصر مع مصطفى أنا محمد شايف إن فانا ما اسيبش ازارو واجيب اليو بادجي ده دي وجهه نظري لا بعيد طبعا ما فيش مقارنه خالص انا شايف ان بادجي يعني من تحديدا بدايه من ماتش الزمالك بدانا نشوف لاعب مختلف تماما يعني بالعكس ده هو كان من اللاعبين المؤثرين جدا في ماتش الزمالك وكان ممكن يصنع فرق يعني النهارده كان مميز وكان بيأدي بشكل قوي وقدر يعني
بيتحرك في جوه الصندوق بشكل كويس، بيطلع لبره، بيدخل، بيصنع، كل ده كويس جدا. اعتقد انه فرق، وكنا مندهشين ان رينيو فايلر طلعه في عز انك انت محتاج انك تكسب المباراه يعني. صحيح. طيب خلينا اروح اسالكم على دعوه نادي الزمالك النهارده والبيان اللي نزله نادي الزمالك، دعوه نادي الزمالك للنادي الاهلي لحضور افتتاح عدد من الانشاءات داخل النادي الاهلي. نشوف الموضوع ازاي. طيب انا وجهه نظري ان مجرد ان انت بتدعو او انت عايز تفتح صفحه جديده دي حاجه كويسه، حاجه كويسه وبدر خير، بس هي عشان قبل الدعوه دي كان بيبقى لازم فيها خطوات. لازم اقعد واصفي الاول الاجواء وبعد كده الخطوه تيجي. يعني انت عملت نمره 2 قبل نمره 1. نمره 1 لازم كان يبقى في قاعده برعايه مثلا الوزير، برعايه فلان سين صاد، تهيئه وتمهيد. تهيئه وتمهيد، لكن انا في هذه الاجواء لا صعب انها تحصل. لكن الفكره، فكره ان انت تعمل دعوات دي كويسه، حاجه كويسه، لكن اي حد هتساله يبقى في الظروف دي هتبقى صعبه. الاهلي رد على الدعوه بيان يمكن كان من شويه، قال فيها الاسباب اللي دفعته للرفض مع تاكيده انه كان في استقبال كويس للوفد اللي جه من الزمالك. بتشوف برضو ازاي المبادره والرد كلاهما معا؟ طبعا يعني مبدئيا بتفق مع الفكره الطيبه انك تمد ايدك للناس وبتاع، لكن هي فعلا محتاجه التمهيد. لكن الطبيعي جدا ان الاهلي كان لازم يرفض ده. لان الاهلي يعني في ازمه كبيره جدا بينه وبين نادي الزمالك. وازمه واصله في بلاغات كتيره جدا، اخرها 13 بلاغ للنائب العام، غير بلاغات كتيره جدا. كل ده ما تصفاش، يعني الاهلي ليه حقوق ما خدهاش قانونيا لغايه دلوقتي، واتهامات ودعوات وشتام وخروجات كتيره عن النص الموجوده. الاهلي شايف ان ليه حقوق فيها المفروض ياخدها يعني. فما ينفعش ان انا بقى ليا الحقوق دي وما حصلتش عليها حتى قانونيا لغايه دلوقتي، وتقول لي تعالى احضر معايا افتتاح صاله ولا افتتاح حمام سباحه او افتتاح المسجد ايا كان الافتتاح يعني. فانا شايف ان موقف النادي الاهلي موقف طبيعي جدا، والاهلي رد ببيان واكد فيه كمان نفع كانت المعامله السيئه لوفد الزمالك اللي راح للنادي الاهلي. يعني بيقول ان هم عادي جدا، الامور عاديه جدا، لكن الاهلي طبعا طبيعي بيرفض هذا الامر، واعتقد ان ده امر عادي جدا ومنطقي وطبيعي. ولو الاهلي كان عمل غير كده كان هيبقى هو غير الطبيعي يعني. انت متخيل الاهلي والزمالك لو وصلوا نهائي افريقيا؟ انت متخيل الموقف هيبقى ازاي؟ هو طبعا هتبقى حاجة كبيرة وعظيمة انه مصر مسيطرة على افريقيا. لا انا مش باصص لها بكده، انت بص من انهي وجهة نظر. لو فرقة كسبت الاجواء هتبقى عاملة، ما لازم فرقة تكسب. ايوه مش الاثنين هينفع الاثنين يكسبوا؟ مش ما لسه لاعبين، ما لسه لاعبين. لا بس افريقيا، لا بس افريقيا بقى ده ماتش في الدوري وما بيحسمش دوري. وطبعا شفت ردود الافعال عاملة ازاي. طبعا ايوه ردود الافعال لسه مستمرة لغاية هذه اللحظة. افريقيا بقى هتبقى بطولة افريقيا بعد غياب هنا او هنا. دي اذا ما فيش تصفية للاجواء قبليها، لا دي هتبقى الاثار اصعب واصعب. صحيح طبعا. اروح لفصل، وبعد الفصل لسه مستمرين مع حضراتكم في حوارنا الممتع جدا مع اساتذتنا النقاد الرياضيين استاذ احمد الخضر استاذ محمد القوصي. خليكم معنا. انا عايز اقول لكم على حاجه في اخر الحلقه ان شاء الله باذن الله. عندنا فقره صبوره مختلفه تماما، يعني هتبقى صبوره ناريه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، بس لسه عندنا شويه كلام وشويه تفاصيل في الجزء ده. الاهلي محتاج صفقات ايه من وجهه نظرك؟ من وجهه نظر الاهلي محتاج صفقات في خط الدفاع. محتاج قائد في وسط الملعب. لاعب يلعب الفرقه صانع العاب. محتاج مهاجم سوبر. مهاجم سوبر وكمان محتاجين في حد تاني في الناحيه اليمين. طرف اليمين. طرف يمين فيها مشكله. طب مع حسين شحات هيرجع لك طاهر محمد طاهر مع بدايه الموسم هيبقى موجود يعني. ما يعني محتاج، ما انت لسه دول ما يجوا يرجعوا ينتجموا، بس يعني هل دول لو رجعوا هيقدروا يعوضوا ويشيلوا ويعملوا الجبهه اللي بتتعمل في الناحيه اليمين؟ لان شفنا ده موجود في ماتش الزمالك. ناحيه الباك رايت. الباك رايت ناحيه الباك رايت اكيد يمين. محتاجه تدعيم. طب طبعا يعني لان احمد كابتن احمد فتحي ماشي خلاص. وهيبقى موجود عندك محمد هاني فقط لا غير، ولا هيكمل في الاهلي؟ لا ما اعتقدش. الظروف صعب جدا يعني. صعب كل شيء وارد. لا صعب كل شيء وارد. لا صعب، انا من وجهه نظري صعب انه مش هيكمل يعني. ان هيبقى هيبقى محمد هاني، فانت محتاج حد. فدي الاماكن اللي الاهلي محتاج فيها فعلا تدعيم بقوه، وخصوصا مركز المهاجم. يعني الاهلي بقى له فتره طويله جدا عنده مشكله في مركز المهاجم، وعنده مشكله كبيره جدا في مركز قلب الدفاع، بالرغم ان الاهلي انفق كثير جدا وجاب ياسر ابراهيم وجاب محمود متولي وعنده رام ربيع. الاهلي بيفتش من بعد وائل جمعه على مدافعين بالظبط من ساعتها يعني. ففي مشكله في الحته دي يعني. انت لو حبيت تجيب مدافع تجيب مين؟ محتاج بقى دي محتاجه صفقه. ممكن تجيب من بره، ممكن تدور يعني، ممكن حتى تطلع. حتى الاهلي كان حظه مش حلو برضه لما طلع بره. كولوبالي كان مش كان اسمه ايه اللي كان جاي؟ كولوبالي. لا كان كولوبالي. كان في كولوبالي. كولوبالي كان بيلعب قلب الدفاع. هو قضيه ابراهيم يعني. شوف انت بتقول من وقت وائل جمعه يعني، اثناء فتره وائل جمعه وبعده
في قطاع الناشئين من تخريج ناس للاماكن دي. يعني انا متخيل ان كل نادي المفروض فيه لجنه فنيه، اللجنه الفنيه دي بتبحث احتياجات الفريق، فشايفه ان الاهلي بعد 10 سنين محتاج مدافعين اقوى، لان عندنا مشاكل مثلا في النقطه دي او على مستوى مصر كلها، انا بتكلم بشكل عام على مستوى الاهلي والزمالك. تبقى اللجان الفنيه دي مهمتها في الاهلي في الزمالك او في منتخب مصر او في اتحاد الكوره اقصد، ان تشوف وتدرس وتطلع. فالاهلي بيعاني بقاله فتره كبيره جدا، انا بتكلم في بوال الجمعه في حوالي 7 8 سنين. المفترض تكون انت بحاولت طلعت حد يخش ويلعب في المنطقه دي يعني، لكن في قصور انا اراه في استغلال الكنز اللي بنقول عليه انا احنا مسميين يعني اللي عمله الزمالك ده ريم كنز. انا لسه رايح اسالك بقى في الزمالك يعني الزمالك راح مدور ومفتش وراح مطلع بالظبط يعني طلع. مهم جدا انك تطلع يعني احنا بقالنا الزمالك ولا الزمالك. لا 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 احنا بقالنا 7 سنين على مستوى مصر يا استاذ ابراهيم. هنتكلم على الاهلي وهتكلم برضه على كنز الزمالك. وهيتكلم عن الاهلي وهيتكلم عن الزمالك. بقالنا 7 سنين في مصر عندنا مشكله في المهاجم في مصر كلها، ما عندناش مهاجم في منتخب مصر. ده حقيقي. يعني مع احترامي طبعا لمروان محسن طبعا وتقديري ليه بغض النظر عن الجون اللي جابه النهارده، انا شايف ان هو مش الاصلح ان هو للنادي الاهلي او لمنتخب مصر، يعني مش الاصلح، يعني مش شايفين قدرات تساعد على كده. يعني مصر كلها لا اتحركت اتحاد الكوره ولا الانديه ولا حد يطلع، لغايه ما ظهر عندنا بالصدفه مصطفى محمد وظهر اسامه فيصل وبدا تظهر شباب صغير، هم دول اللي هيلعبوا لمصر مستقبلا يعني. صحيح. طيب على ذكر بقى الجزئيه بتاعت اسامه فيصل وحسام اشرف وعبد المجيد وسيف فاروق جعفر والمجموعه الحلوه اللي طالعه ديت، هل هم دولت اللي هيشيلوا نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه؟ وهل ده كان مخطط له بالشكل ده فعلا، انه كارتيرون مع امير مرتضى مع المجموعه بالكامل يبقى التنسيقات ديت عشان يبصوا على قطاع الناشئين ويطلعوا اللعيبه دي؟ لا يعني ما اقدرش انا اقول، ما عنديش المعلومه ان هو مخطط او مش مخطط، بس هي نجحت. فاسامه فيصل تحديدا اللي نجح التجربه دي وخلى انديه كبيره زي الاهلي او غيره يبص عن الكنز. احنا انا والاسره مسمينا ان عندك كنز. انت ليه عملت تدور بره وانت في فيكو كنز؟ بس انك تخرج الكنز ده ليه اصول. ما تعملش زي الزمالك لما لعب 6-7 لعيبه، ما ينفعش. هتلاقي واحد مع الثاني مع الثالث، هتلاقي زي اسامه فيصل خد الثقه بقى يجيب جون في النادي الاهلي. على فكره في لعيبه، يعني في لعيب اسمه اسلام عصام تقريبا اعتقد في الهاف رايت، بيقول له احسن من ايمن حفني في الزمالك، حاجه جامده يعني. في ناس لعيبه لسه ما ظهرتش، في لعيبه جامده جدا جدا، وهتلاقي في الاهلي برضه. فهو انا ليه اللعيب في الاهلي او الزمالك يطلع لازم يروح سنتين ثلاثه نادي ثاني ويرجع ارجع اشتريه؟ هو مفيش ما يمنع في انك تخرجه على سبيل الاعاره الانديه بره حتى كمان. لا في فرق في اعاره يبقى بتاعك وانت هتطلعه. لا ده انت بتسيبه خالص وتنساه، زي ما اتعمل مع مصطفى محمد استوى ورجع حلو نقطه طبعا يعني. مصطفى محمد احنا كل مره في الاردن الفرقه اللي لعبت كلها ماتش ودي، ال 23 لعيب كانت 24 لعيب، 23 لعبوا ما عدا مصطفى محمد 23 لعيب. فانا حتى استغربت، طب اشمعنى؟ وزعلان هو مش زعلان، قعدت حتى كنت ما تعرفش بكره في ايه. شوف مصطفى محمد راح طنطا وراح طلع الجيش وبقى اهم من اهم اللعيبه في الفرقه. فلا فانت المهم انت تحافظ على لعيبتك، تعرف توديه اعاره. لكن انا قصدي مش اعاره، انت بتودي الناشئ تسيبه بعد سنتين ثلاثه تشتريه وتنسى ان هو كان عندك اصلا. فانت لا، الزمالك غير اللعيبه دي، في لعيبه كتير جدا، بس انت مش هينفع الفرقه كلها تبقى صغيرين او الفرقه كلها ناشئين يعني. صحيح. جاهزين للصبوره ولا؟ جاهزين. سؤال كده وسؤال كده وحاجه صعبه قوي يا باشا، تحت امرك. هنروح لفصل وبعد الفصل وجها لوجه الاستاذ احمد الخضري والاستاذ محمد القوصي. لعبه جديده في الصبوره، اول مره تبقى الصبوره عندنا ثنائيات، بس هيبقى فيها صعوبه شديده جدا. خليكم معانا بعد الفصل. ربنا يستر. عايز اجابات من النار. انا خايف من القوصي بس. لا ما تقلقش، ماشي. احنا رجعنا ماشي على الهوا دلوقتي معايا عشان نبقى متفقين. لا معايا عشان الناس احيانا ما تاخدش بالها انه لا, لا 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 ماشي الكلام. لا بس لو اتزنقت استعين بصديق. ماشي. ماشي. والاجابات سريعه. اوكي ماشي. اتفقنا. ماشي. نبتدي من عند استاذ احمد الخضري. يلا بينا. اتفضل. الاهلي حسم لقب الدوري، نعم ام لا؟ النهارده نعم طبعا. نعم؟ نعم. ماشي. الاهلاوي يجيب على اسئله الزمالك والزملكاوي يجاوب على اسئله الاهلي. استاذ محمد القوصي، الزمالك استحق الفوز على الاهلي في مباراه القمه، نعم ام لا؟ نعم. استاذ احمد الخضري، الاهلي له ركله جزاء صحيحه في القمه لم يحتسبها الحكم، نعم ام لا؟ اتنين لا. نعم اتنين لا. اتنين لا. طب اوكي.
عايز تجاوب انت على الاجابه؟ لا لا ايوه انا ماسك نفسي عايز اجاوب. طب طب ماسك ماسك نفسي اجاوب. نعم اللي بعده. الزمالك يمتلك افضل لاعبين في مصر بالوقت الحالي، نعم ولا لا يا استاذ محمد؟ لا 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 يمتلك افضل لاعبين في مصر. لا يعني في لعيبه كتيره جدا مميزه، مش الافضل في الزمالك يعني. ماشي ده اللي بيزعلني بقى، بيبقى مقتنع بحاجه ما اقولهاش. الزمالك فيه لاعبين مميزين لكنه ليس الافضل في مصر. ماشي بدليل الزمالك وجهه نظره. ما عارف الزمالك في المركز الثاني في الدوري، الفرق بينه وبين الاهلي 17 نقطه، كافي الافضل يعني. ماشي وجهه نظره، مش مقتنع طبعا باللي انت مش مقتنع بوجهه نظره. ماشي اللي بعده. فايلر افضل من كارتيرون وينقصه بعض الصفقات، نعم او لا يا استاذ احمد؟ لا 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 مش شرط ان كارتيرون يبقى افضل. بس فايلر مش افضل من كارتيرون، حكم على فايلر. فايلر بعد بطوله افريقيا، بعد بطوله افريقيا. اللي بعده. قوه لاعبي الزمالك منحت كارتيرون الافضليه عن مكان في الاهلي، نعم ام لا يا استاذ محمد؟ نعم نعم. استاذ احمد، حسام حسن يستحق قياده الاهلي كمدير فني مستقبلا، نعم ام لا؟ حقه طبعا. نعم حقه؟ نعم طبعا. نعم اللي بعده. اؤيد ان يتولى احد ابناء الاهلي القياده الفنيه للزمالك والعكس، نعم ام لا يا استاذ محمد؟ نعم بكره قدم وعادي جدا. عادي لا طبعا. لا 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 طبعا. يعني ما يجيش حد من الاهلي يمرن الزمالك؟ طب ما نعكسها، في حد من الزمالك هيروح يدرب في الاهلي؟ ما هو السؤال اهو بالعكس. لا لا انا بقول العكس. انا بقول عارف نعم. السؤال انا عارف السؤال ده ما حصلتش على التاريخ، لكن حصلت الكابتن الجوهري، كابتن جوهري وكابتن حسام حسن. بس مفيش حد من الزمالك راح الاهلي وبتعمل مشاكل كتير، ما اعتقدش يعني. بالنسبه لك لا 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 طبعا. انا بالنسبه لي نعم، لان المفروض ده الطبيعي ويحصل، تبقى الامور عاديه جدا لو في مدير فني كفء في الاهلي او في الزمالك يمرن هنا او يمرن هنا، مفيش مشكله خالص. ده اذا ما توفرت حسن النوايا والروح الطيبه اللي احنا بنتكلم عليها، وان الناس تبقى كويسه جدا مع بعضيها والتعصب ينتهي من حياتنا يعني. فانا بؤيد ده. اللي بعده. سؤال عند الاستاذ احمد الخضري. الاهلي الاقرب الى لقب دوري ابطال افريقيا، نعم ام لا؟ لا 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 طبعا. مش عشان مش قصه اهلي وزمالك. لا لا طبعا. يعني اتصور ان ماتش القمه والاهلي النهارده برضو مع الجونه، لا المستوى بيقل يعني، لكن مرشح طبعا، لكن مش الاقرب. مين الاهلي مرشح؟ ماشي مين اللي ياخد البطوله؟ 50% الاربع فرق. انا شايف البطوله في الملعب طبعا، يعني صعبه جدا على كل الاطراف. صعبه على كل الاطراف. اللي بعده. السؤال عند الاستاذ محمد. الزمالك الاقرب للقب دوري ابطال افريقيا، نعم ام لا؟ يعني نفس الاجابه، ليس الاقرب ولكنه مرشح بقوه مع الاهلي ومع الوداد ومع الرجاء. انا زي ما شايفين ان الامور صعبه على الكل، لان الدوافع بتكون كبيره وعاليه جدا. ايه هتسيبها للمغرب يعني؟ لا طبعا لا، اتمناها للمغرب. انا اتمنى الاهلي والزمالك يوصل للنهائي والاهلي يكسب مثلا يعني. ماشي. لا صعبه 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 يعني، اصعب حاجه طبعا. طيب اللي بعده. مروان محسن مظلوم بسبب الضغط الواقع عليه، نعم ام لا؟ لا مش مظلوم بسبب الضغط. لا طبعا. مهاجم النادي الاهلي ومهاجم منتخب مصر قصه ثانيه، مش متوفره في مروان. مروان ممكن لعيب كويس جدا ويبدا في اي حته ثانيه، لكن لا هو يعني ما حدش ظلمه يعني. عندك تعقيب؟ لا لا ما اتفق معاه. تتفق معاه؟ انت اول مره تتفق على حاجه. اول مره. لا حول ولا قوه الا بالله. اسبوعين. اللي بعده. مصطفى محمد مهاجم مصر الاول، نعم ام لا استاذ محمد؟ نعم 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 طبعا. حاليا مصطفى محمد هو من افضل المهاجمين الموجودين في مصر، واعتقد ان هيكون مهاجم منتخب في السنوات القادمه، السنوات القادمه. نعم طبعا. بشرط ان يحافظ على نفسه طبعا. طبعا. اللي بعده. استاذ احمد، علي معلول افضل ظهير ايسر في الدوري المصري؟ بلا منازع. بلا منازع. بلا منازع. نعم. استاذ محمد، نروح للاختيارات. الفريق الذي يمتلك اللاعبين الافضل في مصر هو مين؟ الاهلي، 2 الزمالك، 3 بيراميدز. اختار. حاليا الزمالك لديه مجموعه عاليه جدا من اللاعبين. يبقى الزمالك. اللي بعده. اكتر لاعب سيتاثر الاهلي برحيله يا استاذ احمد، 1 رمضان صبحي، 2 احمد فتحي، 3 شريف اكرامي. رمضان صبحي طبعا. رمضان صبحي هو ده ما اتعرضش على الكلام اللي قلته على الزمالك. الاهلي هيتاثر بيه لكن ممكن ما يضيفش للزمالك.
ماشي اللي بعده. استاذ محمد، الاقرب للرحيل عن الزمالك بعد هذا الموسم مصطفى محمد ولا يوسف اوباما ولا عبد الله جمعه؟ يعني اعتقد عبد الله جمعه. عبد الله جمعه ولا واحد؟ ولا واحد ولا واحد طبعا ولا واحد. يعني الاقل احتياجا ليه الزمالك يعني في الفتره الحاليه؟ الاقل احتياجا اه، ما هو ما عندوش غير باكات ليفت. هو ما لو هو فتوح فتوح هيرجع مش فتوح وعيد فتوح لا عيد باك رايت باك رايت لا فتوح وعبد الشافي ولكن عبد الله جمعه لا ما ضروري طبعا. تمام اللي بعده. الافضل في الزمالك طارق حامد فرجاني ساسي بن شرقي استاذ احمد. دول ثلاثه من كوكب من كوكب ثاني بس ماشي. طبعا طارق حامد في حته ثانيه لوحده برضه. طارق حامد طبعا. طارق حامد اللي بعده. استاذ محمد، الافضل في الاهلي هو مين؟ عمرو السوليه واحد، اثنين اجاي، ثلاثه علي معلول. حاليا عمرو السوليه. عمرو السوليه. استاذ احمد، لاعب اهلاوي نفسك يبقى موجود في الزمالك، رمضان صبحي ولا صالح جمعه ولا السوليه؟ بجد مش بجد يعني؟ اه ولا واحد من الثلاثه. ولا واحد. ممكن حد تاني؟ ولا واحد تاني والله. ولا واحد. اختار واحد. لا طب اختار واحد من الاهلي نفسك. علي معلول. علي معلول. اه طبعا. ماشي. اللي بعده. طب متيم بعلي معلول. اه طبعا. لاعب زملكاوي نفسك يبقى موجود في الاهلي. ساسي، طارق حامد، مصطفى محمد. مصطفى محمد. مصطفى محمد. في امس الحاجه الى مهاجم بقدرات مصطفى محمد. صحيح. خلص الصبر. سلام. ايه ده؟ موضوع لطيف اهو جميل وسهل. ما اتخانقتوش اهو الحمد لله والدنيا حلوه. لا لا راضي يا استاذ مبسوط. تمام تمام. راضيين الحمد لله. ما فيش خلافات ومفيش خصوصا ان احنا معاك بجد يعني. ربنا يخليك يا رب يا استاذ احمد. تشرفتونا ونورتونا حبيبي. ولو ليكوا تعقيب اخير انا ممكن اسمعكم. اتشرف بيكم. لا طبعا يعني انا سعيد اني موجودين معاك. الله يعزك ويعلم. انا اول مره الحقيقه اتواجد معاك. تشرف لينا يا استاذ محمد والله. اداء الحقيقه اداء محترم. الله يعزك. اداره الحوار جميله ومميزه. اسئلتك بتخش في الصميم على طول الحقيقه يعني. فانا بقول الكلام ده لان اول مره اقعد معاك الحقيقه. وان شاء الله باذن الله نشرف ان هي تتكرر كتير جدا. واحد من الوجوه الاعلاميه الشابه الجميله المميزه الاضافه للشاشه يعني. ربنا يكرمك. الله يعزك يا رب ويعلم ادارك. دايما بس هي تاني مره مش كده ولا المره 30 ما مش تاني مره. تصاحب بيه. لا من زمان طبعا. انت عارف انا رايي في برين فايد اخ كبير واخ عزيز وشخصيه. بشرف بشرف اني معاك دايما والله. ربنا يخليك يا رب استاذ احمد. بتمنى لكم يا رب دايما كل توفيق. يعني نماذج احنا بنحب وبنشرف ان هي موجوده في الوسط الكروي والوسط الرياضي. بشد على ايديكم وبقول لكم ان انا احد معجبيكم ببرنامجكم المحترم الهادف اللي انا عارف كويس انه لا بيحقق لكم ارباح ماديه ولا بتستفيدوا منه الحقيقه ولو ان اتمنى انه يبقى فيه استفادات ماديه. لكن انتوا عندكم رساله ورساله محترمه بتدوها. يكفي اهتمام الناس كلها واحترامها وتقديرها ليكم على اللي بتقدموه. تسلم. شرفتونا ونورتونا. بشكركم. شكرا جزيلا استاذ احمد. شكرا محمد. شكرا. دي كانت حلقتنا النهارده. بشكر حضراتكم. شكرا جزيلا. بشكر فريق عمل بالكامل. نشوفكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي ان كان في العمر بقيت. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.